بصماتكم للتاريخ بالتعليق والبصمة، وانخرطوا لتوصلوا بالمزيد. البدري ياك حيت لي الفيش ديالو وحيت راسل رايا صندوقه ياك. السلام عليكم الاخوان، كيدير لاباس عليكم؟ مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا في امان الله وحفظه. كما وعدتكم دائما بالجديد، قناه مطفيدي تقدم لكم حلقه جديده ان شاء الله اللي تضم عده معلومات بالدراجات الناريه اللي هي اليابان. والدراجات هادو كيديروا دائما هذه الخدمه هذه باش يبزوا على الكراكب الدراجه الناريه انه يتمهل ويجري بشويه بالموتور ديالو حتى انه يترود مزيان. كثير الناس سولوني على هذا الموضوع هذا، ولهذا هنايا اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الحلقه هذه للاستفاده للكل، للمبتدئ والمحترف. هنا الاخوان كما تشوفوا عندنا هنايا، هذا هو الكابل ديال الروداج اللي جاي من سيديا، وهذا الكابل روداج هو الدور ديالو تنقص من الكورون اللي توصل للموتور. وهذا الكابل اللي تبقى تعرفوه بانه جاي، الى حيدناه بحال هكا غيولي الموتور يعطي سرعه زايده، عاود ما يبقى يتفيكسا على 55 كيلومتر في الساعه غيولي الموتور يقدر يوصل لكم حتى 90 و100 في الساعه. خاص غير الهاوي او راكب الدراجه انه يخدم على بعض النقاط اللي غتلقاهم في الحلقه، كزيوت كبوجي كخدمه اخرى اللي غنتقاسمها معكم ان شاء الله في الحلقات المقبله. وهاد الكابل الخوت حاولوا دائما تغطيوه بسكوتش بالبي في سي، ضروري الخوت غطيوه بالبي في سي. هاد السكوتش هذا سدوا من هنايا وسدوا من هنايا لان يقدر يقيس الموتور ديالك، يقيسوا الكورون، يقيسوا زعما الماء، ولا قاسوا الماء يقدر يرجع عاوتاني كما كان في الاول، يبقى فيه الماء وداكشي ويولي سيدية، تقدر تخسر لكم وما تبقاش تدوز لكم عدد كافي من ديك الضوء. وهذيك الضوء تيمشي للبوجي وتعطي واحد الكومبريسيون، تعطي واحد الجهد كبير لديك الموتور باش تكون عمليه الاحتراق مزيانه وقويه. تحياتي لكم الاخوان، نتمنى ان شاء الله الحلقه تكونوا استفدتوا معنا فيها كما وعدتكم دائما من الجديد. ان شاء الله حلقات مقبله في القادم ان شاء الله، تابعونا على قناه مطوفيلي اللي هي عشاق الدراجه الناريه. وما تنساوش تخليو اللايكات ديالكم والكومونتيرات ديالكم، وعلاش لا تبارطاجيو مع الاخوان ديالكم اللي تعم الفائده. وتحياتي لكم من عند اخوكم مطوفيلي، تحياتي لكم. ضروري الاخوان ديرو هنايا بي بي سي باش نحميو الفيزيبل ديالنا، باش ما تكونش عمليه احتراق، اولا باش ما يدخلش لنا الماء لهاد البلايص هادو اللي هما مهمين. هنا